اخواننا الاعزاء جوبة حلال النهروان هاي باب الدخول هنا الطيبين ربي يحفظهم على راسي والحج الطيب ابو عمان صار 25 سنه ربي يحفظه ربي يحفظه ان شاء الله الله يعطيه الصحه والعافيه عمرك طويل ان شاء الله على راسي المحاسب ابو ليث مدير المحاسبين المدير هنا ربي يحفظه لا 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 معدل ان شاء الله ابو ليث معدل شو تريدون هنا موجود اخواننا الاعزاء عنوان الجوبه بغداد تقاطع النهروان تقاطع 9 نيسان قاسم وحده ابو ليث ثلاثه ابو عماد باب الدخول والخروج هذا مال الجوبه جوبه مرتبه ربي يحفظ الجميع ان شاء الله ليش الوحده يا حبيبي 700 الوحده ب 700 700 جاموس هذا مال جني كلش حلوه ذني سعر الوحدة 700 ايش قد اعمارهن حجي بلا زحمة عليك ذني ايش قد اعمارهن العمر 6 اشهر ربي يرزقك يا طيب الوحدة على 300 وبها مجال اي حبيبي حياك الله اخوي ربي يحفظك على راسك اليوم الجوبه خير من الله يا رب يحفظ الجميع نور صديقي متابعنا الطيب على راسي انت رجلي بس هل جوبه حلال النهروان شلون سعر الواحد هذا لا زحمه عليه سعر الواحد 260 الواحد 260 من الصغار على 200 الصغار على 200 هذني الواحد على 160 هذني 260 وهذني على 200 هذا النيل عدد اثنين على 200 جاي نطو 190 وما جاي يبيع على 160 هذا الصغار الواحد على 160 هذا الواحد على 260 وهذا الواحد على 200 على شقد هاي الوحدة؟ والله جاي طمين على 200 يعني حاليا يوصل الوحدة على 200 تبيش عارض الوحدة الثانية سعر 300 ربي يرزقك الوحدة على 300 ذني بس انعاج اخواننا الاعزاء مضاريع ذني يسموهن شنو معنى مضاريع بلا زحمة عليك طليان بنطونن معدل معدل انت اخويا معدل عارض الوحدة على 300 وبيها مجال يعني بس حاليا توصل 200 توصل 200 الف وما جاي يبيعها ربي يرزقك حبيبي هذا اللي يسموه النذاريات سعر الوحدة 175 ألف نهايتها هذا اللي نعاج نذاريات نثاية ذني الكل نثاية نذاريات ذني يسموهن ربي يرزقك حجي على راسي صور 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 هاي 250 ألف توامة سخلة توامة هاي أحمد أبوك أنا مصورني ربي يرزقك يا غالي على راسي حسن انا في خطي قابل هي بس وحدها تطلع لازم تطلع وياها اي لا وحدها هنا بنات بناتها هذه هي وياها بناتها هاي اي بناتها هي والله والله حلوه هذا سعره 450 الف فحل افغاني هذا فحل افغاني هذا ب 450 الف هذا اني فقط في حل زوج ب 400 بس في حل ذني الزوج ب 400 الواحد ب 200 فقط في حل ذني اخواننا الاعزاء ليش هاي حبيبي؟ هاي 260 هي توامة ذني لو مرهميهن عليها توامة هاي بناتها وياها نثي وفحل بناتها نثي وفحل نهايتها ايش قد هاي؟ 220 قفلها من الاخير؟ هي وبناتها نهايتها 220 نور حبيب قلبي يا الله هاي داعي
هاي وياها بنتها، هاي وراها فحل، هاي وراها فحل، كلش حلو هذا. ميتين وبيها مجال. وهاي نفس السعر هاي؟ هاي هم يعني نفس السعر. ربي يرزقك. الوحدة على 200 وبيها مجال، كل وحدة وراها بنها. هاي 200، هاي 200 افغانية. طازة هاي. لا لا نجبة. نجبة هاي يسموها مال حليب. تسلم حبيبي، ربي يرزقك. حبيبي. 230؟ هاي 230. حبيبي منور. ايش حايل؟ هاي حايله هاي؟ سخاله حايله هاي. تسلم حبيب قلبي، ما الله وديك. شلونك حبيبي؟ بيش هاي بلا زحمه عليك؟ 100. ها؟ 100. 600 شنو ياها بناتها شنو؟ وراها توم ها توامه وياها بناتها. انت يا فحل؟ مضرع على اولاد. وهي مضرع على اولاد. بناتها ذن مضروب. هاي توامه ذني بناتها اثنين كبار وياها. وهي على اولاد يسموها. ربي يرزقكم. صور حسين. منور ابو علي. هذا حسين ابو علي. مطفل. مطافيل ذني. هذا واحد على 300. هاي بناتنا كبار اخواننا الاعزاء مثل ما تشاهدون. صور راعين هم وياهن. معدل راعين عم، ايش عندنا غيره؟ على الراس. بيهم مجال نهايتهن؟ لا بيهم مجال. بيهم مجال. 300 وبيها مجال. ربي يرزقك. عيونك. 300 وبيها مجال. تعال يا ولد. ايش 340؟ ثاي وحل؟ بس بحل؟ 340 زوج؟ 340 زوج. زوج ب 340. فقط بحل ذني، العدد أربعة. هاي ايش قد اعمارهم ذني بلا زحمة عليك؟ العمر 3 أشهر. العمر 3 أشهر. شلون عافيتك؟ سيد شلونك؟ صباح الخير العافية، ربي يحفظك. ربي يزيد ويبارك، هاي جوبة الحلال النهروان، ربي يحفظ الجميع. سبت والثلاثاء أقوى شيء إخواننا الأعزاء، الوقفة القوية سبت والثلاثاء. ومفتحة باقي أيام الأسبوع بس مو مثل يوم السبت ويوم الثلاثاء. ربي يحفظ الجميع. عيني. هاي شنو أمهن توامة هاي؟ توامة هي. 400 هاي. وهذني بناتها اثنين وياها. على 400 على 400. هذني ذني بلازح عليك بس خلينا نشوفك. خلينا نشوفه. ايه. طيب دقومه. هذا اللي اكبر ذني؟ ايه هذا الاكبر من هذا، لنا على 400. هذا اللي جبنا اياهم منها بلا زحمه عليك. اي والله يمهم يمهم. ايه. هذا اللي ب 400. ايه وهاي هم ب 400. وهاي ب 400. ايه عاشت ايدك هذا. تعال. ايه. على 200. انعاج هذا اللي انعاج. على 200. الوحده على 200. ايه. شنو ذني معشرات؟ مالك صابه؟ مالك صابه. مالك صابه ذني. الوحده على 200. حلال السيد حلال نظيف يا بابا، تعالوا له بجوبة حلال النهروان. عيني هذا الحلال كله نظيف وعراقي اخواننا الاعزاء. سيد ليش يرغبون الطلي العراقي احسن من الشمالي ولحمته تختلف من الطلي؟ هذا العراقي مرتب لحمته طيبه مو فمرغوب. ربي يرزقك. الطلي لحمته وين تدورها بكل مال العالم ما تلقاها. العالم العالم تتعب عليه. ايه ربي يحفظهم ان شاء الله. ربي يبارك بحلالك ان شاء الله. انت مشغول بالراسي. على راسي على راسي عمي. رحم الله والديك، رحم الله والديك. مستمرين بالجوله اخواننا الاعزاء بجوبه حلال النهروان. ربي يزيد ويبارك ان شاء الله. هواي حلال خير من الله. محمد تيفي اخو همام حياك الله، ربي يحفظ الجميع ان شاء الله. هذني ب 325. هذني ماعز قطري نثي وفحل ب 325. 300 نهايتهم ب 300. حبيبي ربي يرزقك، تعبناك على راسك. هاي ب 350. هاي انعجه ب 350. وهذن القطريات نهايتهن 300. ليش هاي حبيبي؟ ليش هاي؟ 130. 130؟
هاي 130. هاي استخدمت زين. حبيبي ليش هاي حبيب قلبي؟ 150. هاي 150. حاطينها 3 شهور. غير معدل انت؟ شلونك عمي ابو عباس الغالي ربي يحفظك؟ صباح الخير العافية، وين الحلال؟ شو السالفة؟ اي زيد يبارك ان شاء الله، هذا حلالك منه؟ ايه. على ايش قد عندك؟ انت شاتير؟ هاي وراها توم من ندى وفوق على 200. هاي 200 هي وبناتها، وراها توم. هذن 150 كلهم سوت. هذن نثي وفحل 150. اللي يريد ماعز يم ابو عباس رقمه موجود. هاي 100 عراقية هاي. هاي 100 عيني. هاي ورا فحل 150. هاي 150. هاي 150. هذا بنها وياها؟ هذا بنها وياها. وهاي؟ هاي ب 75. هاي ب 75. وهاي ابو عباس؟ امو لك هذا؟ ربي يرزقك، ربي يرزقك. على راسي عم ابو عباس طيب. اللي يريد صهول عراقيات، قطريات او افغاني يجي للطيب ابو عباس. حبيبي الغالي ربي يحفظك. صباح الخير العافية. شو الأخبار؟ هاي بيتشر. هاي بيتشر. بيتشر صغيرة يعني. إي. أسعارها من 1 مليون. إي. 950، 900 للبيع يشتري شراء 900. يعني هاي من 900 لحد المليون. مليون 900 تقول مليون. بيتشر حلوة بيتشر يعني هاي لحمتها. هاي نهايتها 900. لا ما تنطوها ب 900. ها ما ينطوها ب 900. انباعت بمليون. انباعت بمليون هاي إخواننا الأعزاء. هاي انباعت بمليون. واحد يريد يجي معدل تليفون ويجي يريد حلال انا بي خير ويدلل ربي يحفظك. هاي انباعت بمليون. انباعت بمليون. هذيك؟ اي هذيك ب 750. هاي ب 750؟ اي بس هذول اثنين عندي. اثنين عندك 750. هاي ب 750. ب 800 انباع. وانا بخدمتكم. هاي نهايتها 800، مشتريها ب 750. مشتريها ب 750 وبخدمته. ومن اللي يشتري بس يقول حسين بجوب مال نهروان وبخدمته. على راسي ابو علي يا ورد. بعد قلبي مشكور ابو جاسم. عم ابو ثير الغالي قواك الله وربي رزقك. هاي بيش هاي؟ والله هاي اسمها 1600. مليون و600 وبها مجال. وراها عجل؟ وراها عجل. وراها عجل. هذا بنها ايش قد عمره هذا بنها؟ والله تقريبا شهرين ونص. عمره شهرين ونص. حلال الحج الطيب ابو ثير. الله يعزك. جوبة حلال النهروان. يا ورده. على راسي. الله يسلم راسك. انا ترى تابعك 24 ساعه. انا بخدمتك. قناتك وقناة كل طيب. انت وهمام. اي همام اخويا. حياك الله. من رحم مصر انا وياه. حياك الله عم ابو ثير. رحم الله والديك. الله يحفظك. يا طيب ماكو علي ما تجينا ليش؟ والله عندي دوام يا عمي. ها خير. اي والله دوام خير. عندي بالمدرسه. حياك الله. حياك الله عم ابو ثير الغالي. سلام ورحمه الله. هاي وهاي بنتها مليونين و200. نهايتها مليونين و100. هاي وهاي بنتها وياها مطفل هاي يسموها. نهايتها مليونين ومية. شلون سعره هذا حبيبي بلا زحمة عليه؟ اه حبيبي. شلون سعره؟ هذا سعره ب 800,000. هذا ب 800. يوم السوق مناسب بلاش. ان شاء الله بالسعر تتمناه يا طيب. الله يسلمك خويا. رحم الله والديك. انا في 100 ابو علي. شلون سعره؟ هاي ب 750؟ هاي ب 750. هاي ب 750. ب 750,000. وهاي حبيب؟ هاي اريدها ب 600,000. هاي ب 600,000. حلال بزرع زراعي حلو بلادي. ربي يرزقك عمي. الله يسلمك. طيبين. 150,000. وحدة ب 600. حبيبي حج ربي يرزقك. يزيد ويبارك ان شاء الله. بس السوق تعبانه اليوم. اي والله. اي والله العلف غالي.
الحمد لله على كل حال. الله يسلمك عيون انت شرفتنا. هلا راس عجيب. شلون صحتك؟ هاي عجول نثايف حل ذني شنو؟ حلف حلف حل؟ أربعة تنقصه وحدة؟ قصة وحدة. بيش الواحد؟ والله عندنا واحد ومية. ها؟ واحد ومية. الواحد مليون ومية وبي مجال إن شاء الله مو؟ بي مجال. الواحد مليون ومية وبي مجال ذني قصة وحدة إخواننا الأعزاء. مال رباط. مال رباط ذني. كم عدنا أربعة؟ شو الصحة السلامة رحمة الله أخوي حياك الله. هلا بالطيب. الله يحفظك. ابو حسين ذهب ابو حسين. السعر على راسي. السعر قل لي على حبيبي ابو حسين. مليون و100 معدل 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 اخوي الواحد على مليون و100 وبهم مجال ان شاء الله حلال الطيب ابو حسين الغالي. الله يسلمك. شو سعره؟ مليون و150. هاي مليون و150. ورا ذكر عاشه مطلع على كل عين. عندنا العجيب 700. هسه هسه نصور لك اياه تدلل. هاي نهايتها ايش قد هاي؟ هي 150 نبيعها 200. هاي اول بطن لها هاي؟ لا لا هاي رابع بطن. رابع بطن لها هاي. مليون و150. مليون و150. حاطين 25 بيها 50 نبيعها. معدل. أيوة معدل معدل. نبيع مرابع هنا. حسن وين؟ ربي يرزقكم ان شاء الله ويشفيكم ان شاء الله. هذا عجيب 700 مال رباط. هذا ب 700 هذا؟ ايه. هذا ب 700 مال رباط هذا. مال رباط عجيب بعد. عجل خوش عجل ومناسب هو الحلال مناسب بجوبة حلال النهروان رب يرزقكم على راسي مناسب ما العلف العلف غالي حلال نزل هاي مطفل وهذا راعيه ايش هاي وين ياسر الوريد ياسر العامري مليون و50 مليون و50 هاي تيم ناسب بسبب العلف اخوي هاي بسبب العلف فحل نثية وراها وراها نثية مليون وخمسين اي حبيبي جايك اخوي وبكير اول بطن هي اول بطن لها هاي هذا ياسر منور ورد جاي تعبه ويانا هاي عشرة هاي علي ثمانية شهور طبعا بشهرها بالتاسع اي مليون ومية مليون ومية هاي مليون ومية مليون ومية عشرة هاي بالتاسع هاي طابة بالتاسع اي هي ايش قد 9 لو 10 تولد؟ لا 9 9 9 9 اشهر اي توش شهر هاي ان شاء الله على اولاد هاي يسموها على اولاد توش على احتاط اي وعلى الشموسي حلال اخونا الطيب ابو حسين علي الشموسي ربي يحفظه هذا ب 750 اي والله هذا الحول سعره 750 هذا ب 750 هذا كان نازل الحلال ايش عجب اي والله سبحان الله نزله قويه سبحان الله وهذا ابو خضير الغالي هذا ب 750 عجيل كلش حلو هذا حمود ابو احمد ايه حبيبي عيني هاي ايش قد سعر عباس؟ 1.25 هاي سعرها 1.25 شنو وراها هاي عباس؟ بكر بكر هاي؟ ايه بكر ما وراها شيء؟ مليون وربع؟ ايه مال رباط هاي؟ ايه هاي مال رباط بس جيب لنا منها علاوه شكلها اي عاشت لك علاوه عاشت لك وهذني هاي 5.5 ب6 شنو 5.5 هاي ب600 وهاي ب500 شوفنا شكلهن على ابو لازح مالك هاي ب550 يعني ب5.5 وهاي ب600 وهاي حبيب هاي بيش هاي عباس هاي ب1.25 هاي ب1.25 شنو وراها فحل وراها عجل مليون وربع وراها عجل هاي مليون وربع بيش هاي الجاموسه حبيبي؟ عيني هاي الجاموسه مليون ونص هاي مليون ونص هاي قبل ثري بيش كانت قبل؟ اي هاي قبل كانت بثنين وربع بس هسه العلف صار ب 35 اي والعلف كانت حلالها خطير من العلف ماكو علف قبل العالم الطيبه معتمده على الخبز اليابس والنخاله والدغل بالقاع والدغل هذا اللي رب العالمين سبحان الله هسه مطر ماكو رب يرزقكم ان شاء الله اي والله ان شاء الله رب العالمين ينزل علينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله رب الله. العالمين يرزقنا ويرزق هاي وهاي ان شاء الله ان شاء الله الله يسمع من حلقك نهايتها ايش قد هاي حبيبي هي سعرها مليون ونص بس هاي قبل كانت مليون ونص هاي مليون ونص سعرها العرب الرباطه كلها بعد حلالها ربي يرزقك من العلف هاي هاي بيش هاي هاي كصابه هاي كصابه شلون سعرها؟ 8.5 تقريبا هاي ب 850 ها
هاي ب 850 هاي بحولي وياها وين امها هاي وين امها هاي امها جيب لنا اياها بلا زحمه عليك يا امها عاشت ايدك بيش بيش هاي ب 1400 مليون و400 هي وبنها وراها عجل هذا عجل عجل وراها عجل هذا ايش قد عمره هذا عمره شهر عمره شهر من شهر الى شهر ونص شلونك عمي ربي يرزقك يا طيب على راسي على راسي منور الله يرضى عليك هاي سعرك صاب هاي مناسبة معدل حلال الحج الطيب ابو احمد ربي يرزقه حج رحيم ابو احمد الذهب رحيم علوان معروف بالجوبة من القدماء ربي يحفظه ان شاء الله عين هاي شلون سعرها هاي سعرها 750 هاي ب 750 هاي رباط هاي هاي مال رباط هاي بلادية هاي ها عين الواحد على 750 750 الواحد على 750 هذا هذا هو الجنوب هذا عراق اي هاي هاي نشطات نشطات اخواننا الاعزاء كان حصان اي نشطات مال يشبه الحصان الريس هذا فلوسه 7 ونص هذا فلوسه 750 انت ايش قد هذا بيش تبيع ان شاء الله يلا هو عرض غيم والله شنطوك عليه ان شاء الله تبيعه ربي يرزقك يعني ب 800 775 هم يمشي فلوسه 750 هذا هاي نثي هاي هاي شلون سعرها بكر بلاديه بكر بلاديه هاي يسموها نعم سعرها 1400 هاي مليون و400 هاي مليون و400 وهذا الحج الطيب ابو احمد الغالي اللي يريد حلال يجي عليه ما يقصر وياه ان شاء الله معدل اخوي الغالي على راسي ربي يحفظكم ربي يرزقكم ان شاء الله اهلا وسهلا بكم الوحده على ايش قد هاي هذني رادوها نسيان هين بثلاث ملايين هذني بثلاث ملايين كل وحده وراها بيهن عيب هاي تسقط هاي تسقط هاي ترضع روحها شوف ليش ملبسينها شلته ها 25 مليون هاي ترضع نفسها ملبسي هذا الشمو شلتم هذا 500 ولا 500 نهايتها ايش قدني؟ ايوه نهايتها ب 3 الا ربع يعطونها نهايتها ب 3 ملايين الا ربع اي يعطونهن هذا هذني يسموهن معيوبات اخواننا الاعزاء هاي تسقط يعني تضرب من واحد يتقرب عليها تسقطها تضربه وهاي ترضع نفسها حتى ملبسيها شلون الغطاء شلته هاي يسموها ملبسيها ربي يرزقك حبيبي هذا حيدر الاسود لا 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 ابو كرار الغالي على راسي هذا خالص ابو حسين الغالي الدلفي على راسي وابو كرار الذهب على راسي اخوي ايش ابو كرار سولف على عايشتك ابو كرار عيني شلون سعره ابو كرار بلا زحمه عليك لا لا والله وكفوا منك كفوا منك يا ابو كرار يقول مجانا الله يحفظك لا لا فلوس عم احنا ندور فلوس مليون وربع هاي مليون وربع بس هي جليلة اي شنو جليلة هاي يعني شنو معناتها جليلة بالعمر مثل راعيها مهدمة اي مهدمة مهدمة اي انا ادري لا عمي على باب الله عمي هذا بالعكس جليلة يعني عمرها كبير عمرها كبير هاي جليلة يسموها نهايتها ايش قد هاي اخوي مليون وربع نهايتها نهايتها مليون وربع مليون ثلاثمية نهايتها مليون وثلاثمية مليون وربع مليون ثلاثمية يبيعها ربي يرزقك شلونك حبيبي سلام ورحمة الله وبركاته شلونك اخوي شلون اخبارك الله يحفظك بعد روحي شنو ذني هذا على 700 ب 5 ونص ب 600 عندك من ال 550 لحد ال 700 لحد ال 700 ربي يرزقك هاي عند مطفل هنا اي سلام عليكم عمي شلون الصحة هاي ليش هاي هيك جاي تسوي ها 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 معدلي كبار حتى تسديد حلال لا احسنت احسنت مليون و300 هاي بنتها زراعيه هاي بنتها بنتها زراعيه هاي بنتها عندنا عند قرنها تطلع وجهها شوف باوع ترتيب يطلع وجهها يا ابن هاي تصليح هاي ما تتأذى مو ما تتأذى بالعكس تطلع كشختها تعصير حلوة معدل
معدل عمي نهايتها ايش قد نهايتها هاي نهايتها ايش قد هاي مليون و350 فلوسها مليون و300 يعني 50,000 يبيعوها رب يرزقهم على راسي امه محمد على راسي نور حبيب قلبي عمو عوف عوف خل تاكل خطيه بنت عوف خليها خل تاكل خطيه هاي بنتها هم كبيره اخواننا الاعزاء يعني بعد شهرين تجهز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تجهز ومال بيت خطيه مال بيت هاي مال جني يسموها مال جني كلش حلوه الحلال بيه مجال هالايام الحلال بيه مجال سبب ارتفاع اسعار العلف نعم نازل الحلال اخواننا الاعزاء رب يرزقكم عمي يوصل وهنا ذني قلنا لكم اخواننا الاعزاء 150 هنا اسعارهن تبدي من ال 550 لحد ال 700 هذا 700 عندكم وهذا 650 هاي 550 وهاي ب 550 نفيه هاي وهاي 600 ذكر وهذا فحل ب 600 دائما النفيه تصير ارخص من الفحل اخواننا الاعزاء على راسي حبيبي الله يحفظك اخوي طيب اخوي حلال اخونا الطيب ابو جنة العامري معدل ابو جنة اخوي بس عجول ذني بس شلون سعر الواحد والله على 9.5 الواحد على 950 ذني قصه واحده هنا عند اخواننا الاعزاء الواحد على 950 مال الرباط ذني كل هنا اخوي عجول حلوات مال الرباط ذني فقط عجول ذني اخواننا الاعزاء حلال ابو جنة العامري الواحد على 950 ذني الواحد على 950 العدد 10 العدد 10 ربي يزيد ويبارك اخوي ورقم تليفونه موجود اللي يريد يتصل عليه ان شاء الله ما يقصر وياه وصلنا حلال الحج الطيب ابو عماد حجي حمد السلام عليكم شلون الصحه اكيد كلكم مشتاقين له الله يحفظك عمي شلون عافيتك احمد الله ونشكره هذا مال جيني اي هذا ب 410 فحال كلش حلو مثل ما تشاهدون ب 410 والاسعار ان شاء الله بيها مجال ثلاث حلات له اي ثلاث حلات له هذا هذا قصابه جني براحتكم هذا 425 نعم هذا حلتين هذا يسموه شنو معنى حلتين يعني عمره يعني سنتين اي عمره سنتين يعني هذا حلتين اي ثلاث سنين ثلاث حلات احسنت بارك الله بيك هذني مطافيل عندك هنا مطافيل لو نكمل ذني مالك صابه اول بدايه هذني مالك صابه هاي 210 هذني 430 هذني ب 430 نعم نهايتهم ذني ب 430 اثنيناتهم 430 هاي 225 هاي 225 وهاي ايضا 225 يعني يصير الزوج ب 400 اي هذا ربع هذني الوحده على ربع 250 الوحده على 250 الوحده على 250 وهاي حبيب هسه بدينا بالغلط اي هذا الغالي ان شاء الله ما تجني هذا ان شاء الله ايوه هاي قصابه هذا ب 300 الوحدة على 300 ذني كله على 300 الوحدة على 300 ذني ايضا مالك صابة هذا جيني وكصابة ذني هذا النعاج اخواننا الاعزاء مال الديرة ذني شلون سعر الوحدة؟ 300 الوحدة على 300 جيني وكصابة الوحدة على 300 نعاج هذني مال الديرة عراقيات هسه شرب النوم رجع اي هسه نروح على المطافيل
هذن مطافيل يسموهن، يعني كل وحدة وراها بنها أو بنتها. هاي بيش هاي؟ هاي بالزوج، هذا جناي حتى تصلنا الفكرة. صح صح، هذا زوجها 550 ذني. اي زوج 550 اي، لان هذا ناعم. ناعم هذا يسموه نعيم. هاي وهاي هذني ب 550، كل وحدة وراها ابنها. هاي عندنا ام التوام. اي هاي تواما، هاي ام التوام ب 450 هي وبناتها. زوج وياها توم. هذا المخرج هاي شوف. اي هذا المخرج، هذا 300. الوحدة على 300 ذكر وراها، وراها نثية، وراها نثية ووراها فحال. اي فتسمى مطفل. مطفل هاي يسموها. وهناك وقال لك شوف انت قلت مذكورة صح بيها. لا بيها نثية وبيها اكو بيها النثية اكو بيها فحل. ايه وراها عاشتيدك. اي ويدك يا هذا اني مطافيل. هاي مطفل. اي هذا اولاد جديد. هاي اولاد جديد. هاي اي وهاي توامة عنده هنا اولاد جديد ذني يسموهن. اي هاي بيش هاي؟ قلت لك 450. هاي ب 450 هاي اولاد جديد. اولاد جديد هذا من هنا وهيك، من هنا وهيك هسه ما ينخاف عليه. نعم لان انتهت يسمونها الستينية. نعم قال هيك 3 ايام 4 ان شاء الله. ان شاء الله هذا اشبعت اشبعت منين ان شاء الله. والله انت الربيع يزيد ويبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك عيني. هذا بعد ما تحتاج تحط خرابه وحيده وتحط بعصار وحيده. ايه. يبات ورا امه ما يمشي عادي ما عليه شيء. امه تشبع هو يشبع طل وحيده. احسنت. اي اذا شبعت امه هو شبع وحيده. واتصلوا برقم الحجي طيب ابو عماد، رقم تليفونه ان شاء الله موجود بالقناه. اي شيء تحتاجون اتصلوا قبل لا تجون. يجوز هساني اروح من يمه وينباع الحلال. اتصلوا قبل لا تجون. نعم خص اخواننا الطيبين بالمحافظات احنا نشرف بيهم من الشمال للجنوب ان شاء الله. ربي يرزقك عمي ابو عماد الطيب ويزيد ويبارك ان شاء الله. على راسي لا تنسانا بالدعاء. الحج الطيب ابو باسم وهنا الغالي ابو علي الذهب ربي يحفظه. ها عيني ابو كرار المياحي اخوي الطيب ابو كرار المياحي والحج الطيب ابو باسم ربي يحفظهم عيني. وين الحلال حج ابو باسم؟ يزيد ويبارك. حيل نتايا ذني الكوره كلهم 600 زوجين الواحد ب 300 الزوج ب 600 عيني ذني. تعال لنا هنا بلا زحمه عليك عم ابو باسم زاد فضلك. هاي شنو ذني؟ هذني ب 400 على 200 الوحدة على 200 ذن العاد. ايوه ذني كورة ذني على 165 الواحد على 160 حل ذني سلامة رحمة الله سلامة. وهذا 185 هذا 185 هذا 140 وهذا 140 على راسي على 165 الواحد على 165. نعم حلال الحج الطيب ابو باسم. ابو باسم الخفاجي هاي باسم المطفل هاي توم هاي توامة. اي بتلفيوز مانين شيل النياح شيل النياح بلا زحمة عليك شيل المياح شيل. هي معدل اخوي طلع وجهه بيش هاي هي وبناتها 380 على الشعر 380 كوره وراها 32 اثنيناتهم في حل ذني اخواننا الاعزاء. ومنور ابو كرار منور منور حبيبي على راسي والله ابو بنين هنا عيني بعش عندك اخوي. هذا نهايه الواحد 300 اي نعم الواحد ب 300 نهايته فقط في حيل. ها حبيبي هنا ابو بنين رحم الله وديه ان شاء الله. شلون هالقناه شلون ربيع احنا عن ربيع ربيع احنا جدنا كلي على راسي على راسي منورين عمي. لا تنسونا بالدعاء يا عمي عشان يشوفونك حبيبي. اي بالنسبه لنا الحلال هذا جاي يبيعونه هو اطفال الصغار لان على شح بالعلب والعلب غالي اذا طن 700,000 وفوق 700 زين يوميا تاكل لها 2000 دينار وهي ما بيها فايده. فالزراعه بالعراق انتهت بسبب هاي الاوضاع وبسبب هذه الدوله اللي ما تشجع الفلاح والمواطن. ربي يرزقك عمي. بيش الواحد حبيبي عباس؟ على 170 الواحد 170 حلال اخونا الطيب ابو خضير عباس المياحي شرف بي. صار عباس غير يطلع عمودي اخونا الجماعه حلال هو الواحد ب 350 ذني
الواحد ب 350، اثنين هنا في حل ذني. منور حجي ربي يحفظك على راسي، على راسي حجي الطيب، على راسي على راسي. الواحد ب 350 بس مو هذا، مو عراقي هذا، الطلي اخواننا الاعزاء. الحج الطيب ابو بلال بالجوبه، بدايه الجوبه ربي رزقك. ذني وياهم بنات، ذني كل وحده هي وبنتها 170. وهذا راعيهن الطيب ربي يحفظه، ربي يرزقك عمي. ذني وياهم بنات هين. بيش هاي؟ مول البيع هاي؟ اشتريتوها؟ ربي يرزقكم. هاي توامة مول البيع اشتروها. شايفين بيها ألف خير حبيبي.